الإطلاق البدعي من ناحية صفه يقع مع الإثم. وسبب الخلاف بينهم أنه طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. جاء في بعض الأحاديث زيادة وحسبت طلقه، وحسبت طلقه. هذا هو الذي جعل الجمهور يقول أنها تقع مع الإثم، ولكن جاء في بعض الأحاديث ولم تحسب شيئا، وهذا هو الذي جعل ابن تيمية والسيد محمد بن إبراهيم الوزير يقول هو الصحيح، أن يقول أن الطلاق البدعي لا يقع ولا يحسب لا طلقه ولا غيره. ذا العيد المعارضة ما بين لفظة حسبت طلقه وبين قوله ولم تحسب شيء، فمن صح عنده زيادة فحسبت طلقه قال أنها تقع، ومن صح عنده ولم يرها شيء قال لا تقع. فالمعارضة هو بين زيادة فحسب الطلق في بعض الرواه والزيادة في قوله ولم تحسب شيء، المعارض ما بينهم. فالأمير في بعض مؤلفاته كان يرجح أنها لا تحسب، وثم رجع عاد في سبل الساب وقال أنها تحسب طلقه مع الإذ، ثم رجع عنه أخيرا في رسالة سباها الدليل الشرعي على عدم وقوع الطلاق البدعي، وضمها في حاشية سبل السلام وقال ولتضم إلى سبل السلام، فهو قد تردد فيها لأنها مسألة خطيرة والأقوال فيها متعارضة. وحتى ذري عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت إمرأتي 8 تطليقات، فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بالت مني، فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن ليس على نفسه ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به لا تلبسوا على مزجكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون. ما عند ابن مسعود لا تلبسوا شو بتسوي تحلبضونه، هذه تكتب بباع الذهب، نشي نكتبها في لوحة في عرض المسجد وفي عرض البيت وفي عرض التلف، هذا نسويها هذه لا تلبسوش على أنفسكم وتخبطوا وتجوا تجروا علينا وتشددونا وتحرجونا بهذا المسألة. كل واحد يستي أسئلة فيها غرابة لا أشد منها أبدا، بعضهم بيتي مسائل لا أغرب منها أبدا، في حال إذا لم تطلق زوجتك يا ولدي فأمك طالب، وصادف أن العجوز قد طلقت مرتي وأن البنت زوجة الولد قد طلقت مرتين، وبعد هذا قال إذا لم تطلق زوجتك فأمك طالق، قلت اخرجوا خرجت أنفاسكم، لبستوا علينا لعبتوا بالشريعة ريحوا لكم سيلوا سمو أيا الذي تطلق العجوز أو الزغيدة، ولا أجوب عليكم بحرف واحد. وعدت ذريعا مالك عن يحيى بن سعيد على أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له ألبتة ما يقول الناس فيها إذا قال طلقتك ألبتة، قال أبو بكر قلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقيت ألبتة منها شيء، من قال ألبتة فقد ربى الغاية القصوى. مذهب عمر بن عبد العزيز من قال طلقت زوجتي ألبتة أنها تبين منه بينونك كبرى،
ومذهب أمار بن عثمان أنها لا تحسب إلا طلق واحد، وهذا هو مذهب الهادوية. وحدثني عن ابن شهاب أن مروى ابن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور. أما الهادوية فيقول أنها طلقة واحدة. إلى هنا. ذلك حتى ثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على قاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيها الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أني أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك. فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت، قال لها: حبلك على غاربك، يعني أنت حرة. هذه الكلمة عند العرب حبل على غاربه بمعنى أنها حرة، ما تريد أن تعمل تعمل. هذا يسمى كناية الطلاق. بالأمس قلنا لكم، ذكرنا لكم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. وقلنا لكم أن الطلاق البدعي ينقسم إلى قسمين: طلاق بدعي من ناحية العدد، وطلاق بدعي من ناحية الصفة. والآن نقول لكم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية. هذا كالتقسيم الأول، قسمنا إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وقلنا أن الطلاق البدعي ينقسم إلى قسمين: طلاق بدعي من ناحية الصفة، وطلاق بدعي من ناحية العدد. وذكرنا لكم صفات كل طلاق بدعي وما قال العلماء من جميع المذاهب حول البدعي من ناحية الصفة والبدعي من ناحية العدد. والآن ينقسم الطلاق إلى قسمين: قسم طلاق صريح وقسم طلاق كناية. هذا في المذاهب كلها يقسم الطلاق إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية. فطلاق الطلاق الصريح هو أن يقول: أنت طالق، أنت طالق. هذا طلاق صريح. فإذا رجع قال: أنا قصدت تهتت، أو قال: أنا بين حزل، أو قال: أنها طالق من وسط البيت، أي مطلقة غير محبوسة أو غيره، لا يقبل كلامه، ويقال له: الطلاق الصريح لا ليس له تأويل ولا تفسير، ولا يحتاج إلى أنه يقول: أنا نويت كذا أو نويت كذا. والطلاق الكناية الذي يحتمل معنيين:
يحتمل أنه هذا الطلاق حقيقي أراد أن يفارقها المفارقة الأبدية أو أراد أن يضرها. هذا يسمى كناية الطلاق، وكناية الطلاق يرجع فيه إلى ذمته، والقول قوله وعليه اليمين إن ضربت. ماذا أراد بهذا الكلام؟ هذا العلماء يقولوا هكذا: طلاق الكناية يرجع فيه إلى نيته، فإذا قال اخرجي من بيتي لازد بسرت الشرورة، أو قال احتجبي عني، أو قال الحقي بأهلك، أو قال أنا أحرم صورتش أو صورتش علي حرام، هذا كناية الطلاق. فنقول لهذا الشخص الذي قال لنا هكذا: ما هو الذي أردت؟ هل أردت الطلاق أو أردت أن تضرها وتخرجها من بيتك، أو أراد أن أنك تهددها؟ فإذا قال لم أرد الطلاق وإنما أردت أن أهددها، فنقول الله أنك فعلت هكذا، احلف بالله العظيم. فإن العلماء قالوا أن القول قولك وهذا الشيء راجع إلى ذمتك، وقالوا من كان القول قوله فعليه اليمين إن ضربت. فنتأكد ونقول احلف بالله العظيم، احلف بالله العظيم أنك ما أردت الطلاق، فيقول والله العظيم ما أردت الطلاق، ومن هناك لا تحسب عليه طلقه. صريح الطلاق بمجرد ما يكون الإنسان قد أتى بلفظة الطلاق تطلق منه حالا، أما كناية الطلاق فيرجع فيه إلى النية. فنقول ما هو الذي نويت؟ فإن قال نويت الطلاق طلقت، وإن قال نويت أنني أتحدثها أو أنني أهزل معها، فنقول هذه لفظة كناية تحتمل وتحتمل، نرجع فيه إلى ذمتك، وإذا تشككنا فيك فسنحلفك يمين، فيحلف يمين بالله العظيم أنه ما أراد الطلاق وردتها إليه. لماذا قال العلماء أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية؟ الجواب لأنه ورد في كتب الحديث لفظات تحتمل وتحتمل، وهي لفظة الحقي بأهلك. هذا الحقي بأهلك من جملة كناية الطلاق. فإذا جاء رجل وقال ما قولكم في رجل قال لزوجته الحقي بأهلك، فنقول له هذا كناية من كنايات الطلاق، فإن كان قد أراد بها الطلاق فتطلق، وإن كان لم يريد بها الطلاق فلا تطلق. لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعت قصتين. قصة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذي تزوجت به ثم قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. فلحقت بأهلها وحسبت هذه الجملة طلاق. وفي حديث كعب بن مالك وأحد الذين خلفوا في غزوة تبوك قال لزوجته الحقي بأهلك، فذهبت بيت أهلها، وبعد 10 أيام نزلت توبة الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت الأرض عليهم بما رحبت، فرجعت إليه فأراد انعزلي عني، المراد
عاجلي عني لا تبقي عندي المراد به هكذا. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم في حق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال لهم النبي: ما دام قد اعترفتم أنكم مخطئين ولم تأتوا بعذر كما أتى بها المنافقين، كل واحد أتى العذر، هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، هذا الذين خلفوا، مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، أول أسابيهم مكة، الميم مكة، مرار بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والها هلال بن أمية، أول أسماءهم مكة، وآخر أسماء آبائهم عكة. العي هو مرار ابن الربيع العي، والكاف كعب بن مالك، ولها هلال ابن أمية. هذا الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك هم ثلاثة، أسماءهم قالوا أسماءهم أول حروف مكة وآخر أسماء آبائهم عكة، هلال ابن الربيع عي، وهذا الثاني كعب ابن مالك الكعب، والآخر هلال ابن أمية الها، أول أساميهم مكة وآخر أساميهم عكة. فبعد مضي 40 يوم جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تعتزل زوجتك. قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا أدري. قال: أقول لك تعتزل زوجتك. فقال: اذهب الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. ثم قيل له: لو تراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تبقى لديك بشرط أن لا تبسها، تخدمك فقط. فقد راجع هلال بن أمية زوجته، راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى تخدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع بأن تبقي عنده تخدمي بشرط أن لا يقربك. قالت: لا يقربني ولا يتصور، هو شيخ كبير السن يبكي ليلا ونهارا من هذه الضيق الذي قد حصل بسبب هذا الأزمة الذي وقعت له. فقالوا لكعب بن مالك: لو جاء رسول الله لقبل مراجعتك مثل ما قبل مراجعة زوجة هلال بن أبي. قال: لا أدري هل سيقبل مراجعتي أو لا، لأن هلال بن أمية كان رجلا كبير السن وأنا شاب صغير السن، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل مراجعتي. الشاهد في قوله: الحقي بأهلك. وبعد 50 يوم نزلت توبتهم من السماء، فرجعت زوجة كل واحد منهم. فالشاهد أن لفظة الحقي بأهلك إذا نوى بها أنها تعتزله لا تكون طلقه، وإنما نوى بها الطلاق فتكون طلقه، والقول قوله وعليه اليمين. إذا أرادت الزوجة أن تتحرى أو ولي الزوجة أن يتحرى ويضرب لها اليمين،
فعليه أن يحلف أنه ما أراد مثل ما أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حلفه وقال احلف بالله العظيم أنك ما أردت بها الفراق أي الطلاق، قال والله ما أردت بها فقال نعم أردت بها الفراق، فقال عمر هي منك مطلقة ما دم وأنت قد اعترفت أنك ما أردت إلا الطلاق. قال لها لو خرجتي تتفردي أنك طالق، أو إذا ذهبتي للعرس فأنت طالق، فإذا ذهبت تتفرد أو ذهبت للعرس فهي طالق تحسب عليه طالق راضي ولا كاره، لأنه قد صرح بلفظه طالق. أبا إذا قال إذا ذهبتي إلى العرس فألست لي من النساء، أو سيكون الكلام الكريه أو كذا وكذا، فهذا كناية الطلاق يرجع فيه إلى ذمته، فإذا حلف نقبل قوله سواء أراد الطلاق أو أراد الطرد هذا أو التهديد. هذا الرجل الذي حلفه عمر قال لي لو حلفتني في محل آخر تكون تحلف لك ولو فجر، لكن بعد وأنا بجانب البيت العتيق فلا يصور أكذب، حلف والله ما أردت إلا الطلاق، قال إذن فارقها. طيب الحلف هذا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر؟ ما أي هذا؟ لا كلام عمر. يعني لو لم حلف الرجل؟ لا. هي أصبحت قاعدة عند الفقهاء أن من قد كان القول قوله فعليه اليمين، لأنه كأنه منكر أنه أراد الطلاق، أنه منكر في حلفه. اليمين إنما قال بها الفقهاء عملا بقاعدة أن من كان القول قوله فعليه اليمين نصدقه، ولكن نحلفه ففي الأبواب كلها. فإذا جاءت امرأة قريبة إلى القاضي الشرعي وتريد أن تتزوج وليس معها ولي، وقد طلب على ظن الحاكم أنه ليس لها ولي، فيقبل قولها وتحلف احتياطا، فيقول لها القاضي على سأقبل قولش والظاهر بعش، ولكن احلفي يمين بالله العظيم أنك غريبة وأنه لا يوجد لش أي ولي، وبعد ذلك يعقد لها. من كان القول قوله فعليه اليمين. ها؟ كناية الطلاق إذا كانت قرينة أثناء الخصومة أو الغضب، هل القول قوله أو لا؟ القول قوله، ولو في حالة غضب القول قوله وعليه اليمين، ولهذا احتاط العلماء باليمين. والشوكاني وشذ وقال لا بد ما ينوي الطلاق، ومن لم ينوي الطلاق من لم ينوي الطلاق لا تقع ضلقه حتى ولو كان صريح الطلاق، ولو قال أنت طالق وصار يقول ما أردت إلا أنها مطلقه من البيت والله ما أردت، حلفنا يقول والله ما أردت. عند الشوكاني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال نقبل قوله. وبعدين لكن الطلاق ما عاد يحتمل صريح الطلاق، ما عاد يقبل شو الشيء. وصريح الطلاق لا يشترط فيه هدية.
هكذا قال. احنا مع الجمهور ها؟ إذا أنتم تعتنقوا مذهب الشوكاني فلا مانع لكم أن تعتنقوه. وإذا جاء واحد يستفتيني ألا سأقول اذهب إلى عبد الرقيب وسيقول لك أنه لا يقع الطلاق، لا تفتحوا الباب يطلقوا في اليب ألف طلقوا كان أنا أدقوا عليه وبعد يلحقك لا دبار تفتي. صحيح ولا ثلاثة من جدة هنا جد؟ حديث صحيح. طيب هذه إذا فهمت على هذا. ها؟ ثلاثة من جدة هنا جد وهزله هنا جد. إذا هزل مهما كانت النية ما أعرف. الشوكاني يقول هذا إذا قد كان في غير الهزل، أما إذا قد كان بيهزل فتقعد طلقه، لكن إذا لم يكن يهزل هكذا قال الشوكاني. جعل عدم النية ينقسم إلى قسمين، فإن قد كان عند الشوكاني بيهزل فالطلاق قد وقع عبلا بحديث الهزل، وإذا كان ما يريد الهزل ولكن يريد التهديد فعند الشوكاني لا تقع الطلاق. هكذا الشوكاني قال أنه يعمل بالخاص ما تناوله، وهو من لم يريد الطلاق ولكنه هازل في الهزل فقط، ومن لم يريد الطلاق ولكنه أراد التهديد والوعيد فتقع. هذا الدليل الذي ذكرته عند الشوكاني أنه أخص من الدعوة فيعمل به بخصوصه. فبعض العلماء يقولوا مثل ابن حزم أنه ضعف الحديث هذا وقال أن الطلاق لا يكون إلا بالنية ولو صريح، والجمهور من العلماء قالوا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، والشوكاني توسط بين المسألتين وقال إن كان هازلا فتطلق، وإن كان متهددا كان هازلا فتطلق، وإن كان متوعدا ومتهددا فلا تطلق. المسألة صعبة جدا. قال وحدثني عن مالك أنه ما هو نعم الجعفرية يشهد يشترط الإشهاد في الطلاق، لا ندري هل هو جعفر الصادق أو محمد الباقر أو غير من أهل البيت، لكن الخلاصة أن المذهب الجعفري يشترط الطلاق ولا يشترط في الطلاق الإشهاد مثل النكاح، فمن طلق بلا شهود فطلاقه غير صحيح، ولا يشترط في الرجعة مع أنه قال واشهدوا ذوي عدل منكم في المراجعة. الآية في حتى المراجعة قال القرآن واشهدوا ذوي عدل أنهم يشهدوا ذوي عدل منهم، فعكسوا الجعفرية عكسوا وقالوا الإشهاد في الطلاق شرط والإشهاد في المراجعة ليس بشرط، في حين قد كان اللازم أن يشددوا في المراجعة، لأن الآية التي وردت في سورة الطلاق في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم في سياق المراجعة لا في سياق الطلاق. وهذا مثله إذا قال أنت طالق فتطلق، وإذا رجع يقول هذا نقول ماشي، هذا كلام صريح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل
يقول لإبراتي أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات. قال بالك وذاك أحسن ما سمعت في ذلك. إما وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يجعل لفظة أنت علي حرام أنها، أما ومذهبه أنها من صرايح الطلاق لا من كناية الطلاق، أو أن مذهبه أنه لا يشترط النية، أو أن الكلام غير صحيح عنه. لأن أين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأين الإمام مالك بن أنس؟ وانقطعت بينهم عدة مراحل. مالك بن أنس ولد سنة 95 من الهجرة، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل في سنة 40، يعني ما ولد مالك إلا والأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكثر من 50 سنة من حين مات. فهذا هو من جملة الأحاديث أو الآثار الذي فيها بلاغ. قال في المدونة هي ثلاث: في المدخول بها ولا ينوي، وله نيته في التي لم يدخل بها، ثم كلامه يقتضي أنه سمع غيره. وقد روى عبد الرزاق عن الحسن البصري له نيته، وقد حكى أبو عمرو الثماني أقوال أشدها قول مالك، وقاله علي وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين. لفظة حرام من كناية الطلاق. أما إذا قال حرام وطلاق فقدوا صريح، حرام وطلاق ما تتغطى إلا عندي، وبعدها ما تغطش عنده فتحسب طلقه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية بأنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما عند ابن عمر إذا قلت خليت عنك أو أنا بريء منك أدها قدي طلقه. الآن لا زال الإمام مالك يسرد لنا آثار عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر، ما قد اتالدش حديث مرفوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليق واحدة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق من التابعين، كان مذهبه أن الرجل إذا قال للمرأة أو لأهلها خذوها شأنكم بها أن قدي طلقه، وهذا من كناية الطلاق. الصواب أن إحنا نقول له ما أردت بها. هذا الآثار كلها ليس فيها حجة. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لإمرأتي برئتي مني وأنا برئت منك، أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. هذا لا زال مذهب محمد ابن شهاب الزهري. قال مالك في الرجل يقول لإمرأته أنت خلية أو بريئة أو باينة، أنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، يعني يرجع إلى دينته وإلى إلى نيته. أو واحد أراد أم ثلاثا، فإن قال واحد أحلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلى المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يمينها ولا يبرأ إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها خليها وتبريها وتبتها الواحدة. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا رأي للإمام مالك. فتدينا لكم رأي الجمهور ما هو، وأنه لا بد في البائن بين الكبرى
حتى هاي يطلقها ثلاث تطليقات متخللات الرجعة، ما يبين من التمليك حتى ذريع عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت ابنتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت. فقال رجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: ألا أفعل؟ أنت الذي فعلت. هذا في أن مذهب ابن عمر أنه لا مانع للمرأة أن تطلق نفسها إذا قال لها: قد جعلت الأمر بيدك. قال: جعلت أمر امرأتي في يدها. فقالت: أنا قد طلقت نفسي. فقال عبد الله بن عمر: أنا أرى أنك قد طلقت. قال: لا تفعل، لا تفعلش هذا الفتوى. قال: لا تفعلش أنت، أنت الذي فعلت الفعل، ما إلي أنا. هذا رأي عبد الله بن عمر أنه تكون طلقه. وحتى ذري عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا بلك الرجل إبراءته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيعلم على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. سهل، ما فيش بيتها شيء. هذا ابن عمر يقول عنه الطلاق سيكون الطلاق، ويرجع فيه القول قوله: هل أردت أنها تطلق طلاق بائن بين كبرى أو أردت أنها طلق واحد؟ قالوا يرجع إلى قوله. قالوا هكذا: ماذا العصبة بيته؟ ما سمعناها إلا من الآن من التلفزيون ومن المصريين، وإلا فاليمن لا تعرف عصبه ولا من بعضه. الطلاق بيد الرجل وهو أضبط، والمرأة ضعيفة الإرادة، فالخضع هو الذي يقول لها تطلق نفسها. فإذا قد طلقت نفسها في يمكن يقولوا أنه من باب الوكالة، ما دام ولا الرجل أن يوكل أي رجل يطلقها كذلك وكلها تطلق نفسها، يقولوا هكذا. لكن لو قلت للرجل قبل الثورة عصبتها بيدها اشتري باهو، هذا عادوا شيء جديد من مكاسب الثورة ومن مكاسب التلفزيون، وإلا فلا نعرف هذا الحكم أبدا. جعل العصبة بيته، جعل العصبة بيته، العصبة إحنا ما نعرف إلا العصبة. تدري ما هي العصبة؟ ها؟ ماشي، هذا كالعصابة. أنا متحير، ها؟ أنا أعتقد أنه شرط ملغي لأنه خلاف الشريعة، لكن الحمد لله ما قد حد جاء يكتب لي ورقة ويقول هكذا. سأقول لشي راجع العلماء الكبار، ها؟ ما يعتبرش هذا من مخالف الدين أصلا، ولهذا بين تردد بين أقول لكم أنه شرط من الشروط الملغية، لأن الشروط المقارنة لعقد النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط، هذا الشرط هو واجب مثل يشرط عليه المسكن وحسن العشرة والعلاج والدفاع والكسوة وغير ذلك، هذا يجب الوفاء به إجماعا. الشرط الثاني في حق العقد إذا هو محرم مثل يشرط تشرط عليه أنه يطلق زوجته الأولى، هذا شيء محرم، أو تشرط عليه أنه لا يطعها طول الأبد، هذا الشيء محرم. يقول العلماء يلغى
كل شرط ليس في كتاب الله مخالفا لشريعة الله ولسنة رسول الله يلغى ويثبت العقد ويتزوج به ويضعها راضية أو كارهة. لكن هناك شيء آخر، شرط مباح اجتماعي ليس بواجب ولا محرم، مثل أن تشرط عليه أنها تكمل دراستها أو تتوظف أو لا تخرج من العاصمة أو لا تدخل العاصمة أو لا تخرج من اليمن أو غيره، هذا فيها خلاف. فذهب جماعة من العلماء وهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم إلى أن الشرط هذا يلغى وتتبع أوامر زوجته ولا تخرج أبدا، لا تدرس ولا توظف ولا تخرج من العاصمة ولا شيء. وذهب جماعة من العلماء وهو مذهب الشوكاني ومذهب الإمام يحيى وهو الذي كررت وزارة العدل أن المؤمنون عند شروطهم فيجب أن يوفي بالشرط. فإذا باردش تخرج أو باردش تدخل شرعة أو غيره لا تسبى عاصي ولا تسبى ناززة. أنا أعتقد أنها تشرط عليه أنها تضلك أين ما اشتد أن هذا مخالف لشريعة الله وأنه يلغى هذا الشرط، والله أعلم. ولا مانع من أن تسألوا العلماء الكبار المحققين ولا سيما علماء الفقه المتخصصي في الطلاق، لأنني في مسألة الطلاق لا زلت أتردد وأتشكك، لأن المسألة خطيرة لأنها مسألة فروج. ما يجب فيه تطليق واحد من التبليغ. حتى ثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجه بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتى محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعه فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت إبرأتي أبرها ففارقتني. رجعي يبكي ابكي كما تبكي النساء، لأنك أنت الذي تنازلت عن رجولتك ووليت المرأة، وأنت تعرف أن المرأة سريعة البادرة وأنها عاطفية وقريبة ما تغضب. فقال له زيد وما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. ما هم قد موافقي أنها طلقة، لكن هل تكون طلقة واحدة أو تكون ثلاث تطليقات؟ إيه وأنا بين أقول لهم قلنا هي مسألة قديمة، لكن ما نعرف فش في اليمن ولا هي مذكورة في كتب الفقه. وحدثني عن مالك، لكن في اليمن ما كانوا شي يعرفوها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أن رجلا بن ثقيف ملك إبراته أبرها فقالت أنت الطلاق، أي أنت طالق، سير يا ألف طالق، لأن المرأة قريبة الشعور. فقالت أنت الطلاق فسكت، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر. فاختصب إلى برواد ابن الحكم فاستعلفه بابا لك إلا واحدة ورتا إليه. ما هم متفقين على أنها تكون طالق، ولكن هل تكون طلق واحدة أو ثلاث؟ حلفه برواء فحلف أنه ما أراد إلا بر واحدة وترجع وينحله، لا عد يعود إلى مثل هذا. رجع يقول له بفيك الحجر. قال مالك قال عبد الرحمن وكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويرى أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي ما لا يبين من التمليك. حتى ثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خاطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر
كريبة بنت أبي أمية فزوجوا، ثم أنهم عاتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، يعني ما زوجناك حبا في سواد عيونك، لكن حياء من عائشة وراكنين على عائشة، هم يقولوا هكذا ما زوجت لنت ما عرفش حد، حال ما يزوج الولد حال ما يزوج الإنسان بنت بولد يقول هكذا لأبو بعرفك إلا أنت ما عرفش إلا أنت، هذا ما جاءت بشو حقيقة أنهم زوجوها عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. هذا أما إذا قد خير أو اختارت الزوج قطع، لأن بعض العلماء شذ وقال أنها تكون طلقه ولو اختارته، بدليل أنهم أتوا بأحاديث بآثار يقولوا فكانت واحدة فكانت فلم تكن ضلقه. وعتدني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفص بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال وبثلي يصرع هذا بي وبثلي يفتات علي. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت لا أردت أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. قالت قد زوجت يعني فلان بفلان وقبلت عقد النكاح لهذا الشخص هذا المنذر بن الزبير، لو ما جاء من بلاد الشام قالوا عائشة قد زوجتك بفلانة وقبلت العقد بالنيابة عنك أتجيز أو ما تفعل. قال لا، قال ما كنت أظن أنكم تقفوا لي إلى هذا الحد، كأنني رجل ضعيف أو جاء أو رجل سبب مشاني داري بشيء تتقفوني لا عولة ما أهده. فرجع قال ولي المرأة ذا الحين الأمر إليك. قال وأنا قد أرجعت الأمر إليها فاختارت البقاء، فالاختيار المرأة البقاء لا يكون طلاقا، وما هذا ما يحتج. وعتذري عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته إما أن يطلقها فيعيش كما يريد أن يعيش، وإن كان يريد البقاء عند النبي على العيش الذي سيعيش عند النبي كلهن اختاري النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان طلاقا. خير النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بعد نزول الآية في سورة الأحزاب، فكلهن اختارين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع طلاق أبدا. هذا مسألة يقول العلماء من خيرها واختارت نفسها تكون طلقه، ومن خيرها واختارت زوجها لا تكون طلقه. والدليل عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت الآية الكريمة التي في سورة الأحزاب أنه يخيرهن خيرهن كلهن أختارين رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الكتب لا ندري، جاء في بعض كتب السير أن واحدة اسمها فاطمة بنت الضحاك اختارت نفسها فكانت ضلقه، لكن لا أدري كيف سند هذا عند علماء السنة. هذه مذكورة في كتب السير، يقولوا وفي السنة الفلانية خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فاختارين النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأة واحدة اسمها فاطمة بنت الضحاك،
فإنها اختارت نفسها فذهبت وبقيت فقيرة طول عمرها، شقية تاعبة مريضة نفسيا، لا ليس لها مدخول إلا تركض البعر من الأحواش أو الطرقات التي تمشي فيها الدواء وتبيعها وتستنفق بقيمة البعر. وتقول أنا الشقية، إذا قيل من أنت ما فتقول أنا فاطمة بنت الضحاك الشقية التي اختارت نفسها. بينما الثانيات اختارين النبي صلى الله عليه وسلم وصبرين على العيش وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى البلع الأعلى، ووجدت الفتوحات الإسلامية في أيام أبو بكر، في أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فقد كان عمر يسهم لهن ويرسل لهن التراهم والتنانين وغنيين هنا ما أعظم منه أبدا، وهي بقيت تبعر طول عمرها. هذا في كتب السير. أما أنني وجدت في كتب السنة فلم أره إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله. ورحمة الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته، يملك امرأته وأمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي به شيئا، فقال ليس ذلك بالطلاق. تقدم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا بلك الرجل إبراته وأبراه فلم تفارقه وقرت عنده فليس بذلك بطلاق. تقدم. قال مالك فالمملكة إذا بلكها زوجها أبراه ثم افترقها ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وولها باداب في مجلسهما الإيلاء. حتى ثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك وذلك الأمر عندنا الإيلاء هو اليمين، آلى من نسائه إذا حلف يمينا أنه لا يقربهن فيجب عليه أن يعمل بموجب اليمين ولا يقربهن، وللمرأة أن تصبر أربعة أشهر، وبعد الأربعة الأشهر لها حق أن تطالبه، إما يكفر عن يمينه وإما يفارقها بالطلاق. هذا هو الإيلاء المذكور في القرآن الكريم والمذكور في كتب الحديث وفي كتب الفقه الإسلامي، هو هذا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه فهو آلاء متشاه، وهذا لا كلام فيه. من قال والله لا أطع زوجتي متشاه، بعد الشهر يمتنع منها متشاه ثم يتصل بها، وإذا قال شهرين فكذلك أو ثلاث شهور أو أربع شهور. أما إذا قال آل
من زوجته أو بنتسائه أكثر من 4 شهور أو أطلق ولم يقيد فللمرأة أن تصبر مدة 4 أشهر وبعد الأشهر لا حق أن تطالبه، إما تطالبه يطلقها هو مخير بين أن يطلقها أو يتصل بها ويكفر عن يمينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عيب رجل آلى من إمرأتي فإنه إذا مضت 4 أشهر وقف حتى يطلق أو يفي أو يرجع إليها ولا يقع عليه طلاق إذا مضت 4 أشهر حتى يوقف. إذا مضت 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر فلا تزال زوجته، لأن الإيلاء ليس بطلاق، لكن لزوجته أن تطالبه بأن يكفر عن يمينه أو يطلقها. ماشي، ما تحتاج إلى كفارة إذا كان شهر أو شهرين أو 3. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إن إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقا ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة. هذا رأي لسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن، وإلا فالعلماء يقولوا لا يكون طلاق ولا هو من صيغة الطلاق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من أمرت من إمرأتي أنها إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقا وله عليه الرجعة ما دامت في عدتها. هذا هو من آراء مروان بن الحكم وليس بذاك، ليس من الفقهاء ولا من العلماء. مروان بن الحكم ليس من الفقهاء ولا من العلماء، ولا هو في العير ولا هو في النفي. قال مالك وعلى ذلك أرى ابن شهاب، قال مالك في الرجل يولي من إمرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء 4 أشهر ثم يراجع إمرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له. هذا آراء كله، ولم يأتي لنا لا بحديث ولا بآية، كلهن اجتهادات. ولا رجعة له عليها إلا أن تكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي 4 أشهر وقف أيضا، فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت 4 أشهر ولم يكن له على رجعة لأنه نكحا ثم طلقها قبل أن يمسها فلا حتة له عليها ولا رجعة. قد قلنا لكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها فلا مراجعة ولا عدة ولا شيء. قال مالك في الرجل يولي من إمرأته فيقف بعد 4 أشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي 4 أشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يقف ولا يقع عليه طلاق، وأنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. وهذا حسن ما سمعت في ذلك. قال مالك في الرجل يولي من إمرأته ثم يطلقها فتنقضي 4 أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل 4 أشهر فليس الإيلاء بطلاق. وذاك الـ4 الأشهر التي كانت يقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة.
تعالى مالك ومن علم ألا يضع إبراته يوما أو شهرا ثم مكذا حتى ينقضي أكثر من الأربع الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يكف الإيلاء من حلب على أكثر من الأربع الأشهر فأما من حلب ألا يضع إبراته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يكفيه خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف إنما يوقف ويسبى إلى شرعي إذا كان أزيد من الأربعة الأشهر قال مالك من حلف لإمرأته الله يتعطى تفضم ولدها فإن ذاك لا يكون إلى وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إلى يعني أنه لا يسمى إلى إلا إذا هو حلف حنقا عليها وأما إذا هو لأجل شيء آخر لكونها حامل حتى تضع حملها فالظاهر أنه ليس بإيلة هكذا قال الإمام مالك والظاهر أن كله يسمى إيلة لأنه قال إنما قصد عطف ضرر ولده للامتناع من الوضع وهذا مسمى ما يضرش الوضع حال الحمل لا يضر أبدا إلى العبد لو حملت مثلا ما يضر الولد الحليب هذا بيقول حتى تفطم ولدها ها إذا قد كان هذا لا بس إيه لأنه أي بس الحليب هذا إذا قد كانت حامل أبا هذا فلا بأس نعم لأنه في مصلحة الطهر لأنه الطفل لأنه إنما قصد عطف ضرر ولده للامتناع من الوضع إلى العبد حتى ذري يحيى عن مالك هذا سأل ابن شهاب عن إلى العبد فقال ونحو إلى الحر وهو عليه واجب وإلى العبد شهراني لا فرق حكم العبيد مثل حكم الأحرار فإذا قال العبد لزوجته والله لا أضعك فإنها تصبر أربعة أشهر مثل ما الحر وهذا حين قال عنده شهري هذا رأي لابن شهاب الزهري وبه أخذ مالك لكنه قال أكثر من شهري وقيل أجله كالحر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجه المشهور أنه معنى يتعلق به حكم البينونة فيجب نكسار فيه عن الحر أصل الطلاق قال القاضي عبد الوهاب هذا القاضي عبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب المالكي أحد من خدم مذهب الإمام مالك والإمام مالك كل شيء أما رأيي ورأي أبو حنيفة والشافعي فقالوا أن حكمه مثل حكم الحر لا فرق بينه وبين الحر ومن ادعى أنه يخالف الحر فليأتي بالدليل ظهر الحر حتى ذري يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سلم الزرقي أنه سأل القاسم ابن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم ابن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأبره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر هذا رأي عمر بن الخطاب وإلا في جمهور العلماء قالوا الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح والظهار لا يكون إلا بعد نكاح فمن قال إذا تزوجت بفلانة فهي طالق ثم بعد أيام تزوج بها فإنها لا تطلق لأن الطلاق لا يكون إلا بعد الزواج فإذا قال قبل أن يتزوج بها أو قبل أن يعقد بها فوجود هذا الكلام وعدم على السواء وكذلك من قال إذا تزوجت بفلانة فهي عليها كظهر أمي فإذا تزوجها
قال الجمهور أن الظهار لا يقع لأنه لا يظاهر إنسان إلا من زوجته، وهذه حينما بيتكلم بهذا الكلام ليست بزوجته. الظاهر أن الجمهور لا يقول بهذا. داس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم بجامع ما بينهما من المنع من المرأة. جمهور العلماء يقولوا الطلاق لا يكون إلا بعد الزواج، والظهار لا يكون إلا بعد الزواج. فمن قال إذا تزوجت بفلان فهي طالق ثم تزوج بها فلا تطلق، وإذا قال إذا تزوجت بفلان فهي علي كظهر أمي لا يثبت حكم الظهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقال إن نكحها فلا يمستعد يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسو له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال أنتن علي كظهر أمي فلا يحق له أن يمس أي واحد منهن حتى يكفر لأنها ظهار واحد. ذكر أمه لم يذكر الظهر. كيف قال؟ أمي هكذا لا يسمى ظهر، يسمى كناية الظهر. نقول له ما أردت، أردت الظهار أو أردت شيء آخر، والقول قوله وعليه اليمين أنه ما أراد الظهار. هذا فيها بس على خلاف ذكرها في سبل السلاة. بعضهم قالوا ما بلا إذا قال كظهر أمي، أما إذا قال كيد أمي فلا يسمى. هذا مسألة الظاهرية قالوا لا يكون ظهر إلا إذا قال كظهر أمي، وقال بعضهم أي عضو من أعضاء المرأة. وأيضا الظاهري قالوا أنت علي كظهر أمي، فإذا قال كظهر أختي هل يسمى ظهر أو لا؟ قال الظاهري لا يسمى ظهر لأنه ما كان يظاهر ولا ولدت الأدلة إلا في الظهار من الأم، وأما الأخت فلا. لكن بعضهم مثل الحنفية يقيسوا الأخت على الأم. رأيي أن احنا نجبد على با ولد ما قد كانوا يظاهروا إلا من الأم لا من الأخت، وما قد كانوا يقولوا إلا علي ظهر على أنت علي كظهر أمي، وما قد كانوا يقولوا أنت علي كيد أمي أو رأس أمي. الظاهر أنه ما نجبت إلا على ما أن إحنا نجبت على ما وردت فيها الأدلة. كذا بيتفننوا في الطلاق بالظاهر باشي. قال له اليوم قبل المغرب بعشر دقائق قال لزوجته إذا جيت من الوظيفة وما قد كويتيش البدلة فأنت طالق. ثم خرج من البيت ولم يأتي بعد أذان الظهر أو ساعة 12 مثل ما الموظفين في العالم العربي والإسلامي. ما بلا بكر أشد عذاب، بكر وجاء ساعة 11 وجاء وقد لحقت العمل كله وخلت الكوي إلى آخر الأمر بناء على أنه حسب عادته أنه لا يأتي إلا بعد ما يخرجوا من الوظائف بعد الظهر، ومنتظر الله أنه ما يأتي إلا في الساعة 12، ولكن وللأسف أنه أتى في الساعة 11 وعادي بدت إخرجت الأداء وبدأت فيها وهو دخل البيت. فهل تطلق أو لا؟ قلنا قد أساء أولا حين علق
الطلاق على الكوي ما دخل الكوي والطلاق. ثانيا أساح بكر ولم يذهب يصلي صلاة الظهر أو يشتري محتاجات البيت رجع يتعرض بها وجاء. وقلت له لا أستطيع أقول لك أنه تطلق ولا ما تطلق. جاوبت على الأسئلة الطلاق كلهن فيها. وهذا قلت له سير عند العلماء الكبار أما أنا قد حيرتوني جننتوني زي عقلي. من حين جيت قبل المغرب بثلث ساعة أربع أو خمس ورق كلهن حول الطلاق وكل واحد بيتفنن على ما يريد أعظم مما يتفنن الشعراء في كلامهم وفي مبالغتهم. كل واحد يتفنن في الطلاق ويعبث بالبرعة كل واحد وكل يوم قصة جديدة. كيف؟ لا تترك أبدا ما تتركش أبدا أنا ما تتركش. وحتى ذري عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن مثل ذلك كفار واعد قال لنسوائي كلها أنت عليا كظهر أمي. قال للأربع نسوان يعني يخرج الكفارة ويرجع إلى النساء كلهن. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع ما استطاع يصوم فإطعام 60 مسكينا. قال مالك في الرجل يتظاهر من إبراءته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفار واحد فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. مرة ثانية إذا قال أنت علي كظهر أمي رجعوا يراجعوا اعقل ما هو هذا الكلام اعقل رجع يقول هذا لا تتدخلوش بيني وبين زوجتي أنت علي كظهر أمي رجعوا يشاروا مرة ثالثة قال هي علي كظهر أمي لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن الأولى مؤكدة بالثانية والثانية مؤكدة بالثالثة. أما إذا قال أنت هي علي كظهر أمي قالوا كفر قال باي الكفارة قال تحرير رقبة قال سير اشتري لي من السوق الخاصي الذي بيبيع العبيد أو الجوار نزل اشترى جارية أو عبد فقال للعبد أنت حر كفارة عن الظهار وجو قالوا له هي عقاد رجع حالك وقال أهي علي كظهر أمي قل له عليك كفارة ثانية ما دمت كفارة عن الأولى فهذه بدع جديد عليك أن تخرج كفارة. فخرج اشترى عبد واعتقه جو يحاكه وعادوا حامي قالوا يا خسرت مرتين ما إليكم بدي هي علي كظهر أمي يلزم عليه أن يخرج كفارة لكل ظهار لأن كل ظهار مستقل بنفسه مثل ما قلنا في حق الطلقات المتتابعات هي الثانية مؤكدة للأولى والثالثة أكدت الثانية. قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر آثم وعليه كفارة واحدة وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاع والنسب سواء. قال مالك وليس على النساء ظهار هذا إذا قال أنت علي كفلانة وهي أمه من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع حكم لا فرق بين أن تكون أمه
من النسب أو من الربا. ها؟ ما تظهر شلمر إلا تشديش إلي كيف عاد الظاهر؟ إحنا بدل حمه هذا لا يتكبر الشباب كذا الظاهر. هذا بات البر لا تطلق ولا تظاهر. بعضهم بيقولن هكذا حرمت علي حرمت علي كحرمة أبي علي، وإذا استحليت بي استحليتك. بعض النشوان الطنابل بيقولن هكذا، وإحنا بنقول لهم هذا ليس بطلاق ولا ظهر، سبى قلة حياة وسبى قلة دين فقط. عليها أن تتوب إلى الله، وعليها أن تسترضي زوجها حينما تقول له هذا الكلام. أبا أنه يسبى ظهار أو طلاق، فلا يسبى لا ظهار ولا طلاق. لكن كثير من النساء تقول هذا أستحل بي أنت علي مثل أبي، وأستحل أبي إذا زد استحليتني، هكذا تقول. ولا تقول إذا كان أبي حلال حرام فأنت علي حرام. ماشي وظيفتها، وظيفتها يطلقوها أو يظاهروا بالدين، والإسلام قد رحمها وجعل الظاهر هذا جعل له الكفارة يكفر ثم يمسها. وإلا ففي أيام الجاهلية كان الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه. كانت المظاهرة في الجاهلية تكون طلق بينون حتى لا تحل له، حتى لا يصح له أن يراجعها. فلما طلق أوس بن الصابت زوجته خوله بنت حكي وقال لها أنت علي كظهر أبي، ذهبت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت إن أوس بن الصامت بقي عندي أيام الشباب، لو ما أيام الخولة أو الكبر ظاهر بالدين، ظاهر بالدين وله مني أولاد، إن تركتهم عندي جاعوا، وإن تركتهم له ضاعوا، فارحمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت الله سبحانه وتعالى عادل سيعدل في مسألتي مع زوجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، وهي تجادله، فنزلت سورة المجادلة تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى آخر الآية. وبعد أن نفهم هذا الثاني الذين يظاهرون بالنسائم، الذين يظاهرون بالنسائم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الذين أو الله يولدنهم، كيف تقول أنها أمك من الله؟ لا ها أمه، لا هي أمك زوجتك هذه. وترجع أن نفهم وحرم وسماه في القرآن زور، سماه في القرآن زور. قالت عائشة رضي الله عنها والله أنني كنت أسمع كلام خولة بنت حكي زوجة أوس بن الصابت وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتتحاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الألفاظ كنت أفهم ما هي وبعضها لا أفهم منه. غاية الأمر تعرف أنها تحاوره وتجادله في أمر مهم ولم تعقل به، حتى سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادل بزوجها. نزلت الآية
قالت وانا قفل باب ما بيصليش ما بيتحاكم على التفصيل ولكن على الاجمال. والله سبحانه وتعالى قد سمع وارسل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي له بهذه السوره. ولهذا روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بر من تحت بيت خول بنت حكيم فدعته قالت يا امير المؤمنين اقرب الي اكلمك في شيء يهم الناس. ثم قالت انا عرفتك وانت صغير تدعى عميق، كانوا اهله يدلعوه ويقولوا له عميق، ما عندنا ان يقولوا له محمد انت ويصير اسمه. والجدير بالذكر ان شيخ الاسلام القاضي العلامه محمد بن علي الشوكاني ليس هو محمد بن علي الشوكاني، انما هو محمد بن علي الشوكاني، لكن جد الاوراق من الخارج ضعيف مطبوعه، وهذا قالوا محمد بن علي الشوكاني خلاص. وهذا والا فنسمع عن مشايخنا انه قال القاضي العلامه محمد بن علي الشوكاني بالضم هكذا محمد ابن علي الشوكاني وليس بمحمد ابن علي الشوكاني. كانوا يدلعوا بعض الاشخاص ويبدا اسمه الى ان يموت، حتى بعض الرعيه مع ولد اسمه محمد والولد الثاني اسمه محمد، ويضطر الانسان انه يضبط هذا من هذا. وبعض الرعيه سمى اولاده واحد عبد الله واحد عبد الله، فاضطر يتحم بين اكتب الوصيه ان اقول وقد اوصى ولده عبد الله بضم التال بان يفعل كذا كذا، واوصى ولده عبد الله بكسر التال ان يعمل كذا وكذا. عدمين الاسامي ما لقيوا الا هذا الاسم المشترك. ثم اصبحت تدعى امير المؤمنين، فاتق الله يا امير المؤمنين واعرف ما معنى امير المؤمنين، اي انك قد اصبحت امير على جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، واصبحت مسؤول عن كل مؤمن في الدنيا. وهذا الذي قد كان يقول عمر انا مسؤول عن كل مسلم، حتى لو ضاعت بغله في بلاد العراق لكنت قد سئلت عنها يوم القيامه لانها من بغال بيت المال. ثم بعد ذلك جعلت